الآن نتحول مع حضراتكم لمتابعة كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي جرى إقراره في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والحديث عن قانون أوباما كير نتابع جانبا من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. استمرنا في عامين من الإجراء لاستبدال أوباما كير، وكم عانى الناس من هذا المشروع الخاص بأوباما كير، والآن سوف نحصل على تصويت من مجلس الشيوخ على الرعاية الصحية لإدارتنا، وسنستخدم الخطط الحالية. وعلى مدار الثلاث والأربع الأيام الماضية سمعت مناقشات كثيرة عن هذه الخطة الصحية الرائعة، واليوم هو يوم استبدال أوباما كير، ولا خطأ في ذلك. وأنا أعتقد أن الأهم، ستقل حجم الاستقطاعات من المرتبات. إنها خطة رائعة. علمنا أنها ستنفذ، والآن من الواضح أن أوباما كير قد ماتت تماما. دفعنا الكثير من الأموال من خلال شركات التأمين، والآن أصبح هذا المشروع مشروع تم صياغته بشكل جيد. خلفي يقف مجموعة كبيرة جدا من المحترفين الذين يتميزون بالمهارة. أنا أتيت إلى عالم السياسة من عالم آخر. فقط أنا رئيس، ألست رئيسا؟ دائما يقولون لي أن أمامك بعض الوقت، ولكن لدي مجموعة رائعة من الناس يقفون خلفي، يعملوا بجد واجتهاد ولفترة طويلة. وقلت لهم هيا بنا نعمل في هذه الخطة، وأرى أن ذلك انتصار لا يمكن تصديقه، ولكن الانتصار سيكتمل بعد تصديق مجلس الشيوخ عليه. هيا بنا لنطبق هذا القانون، ولا أريد أن أتحدث طويلا عن هذا الموضوع، وأريد الآخرين أن يتحدث عن هذا. وسنقف اليوم ونفتخر بهذه الوثيقة. ولكن سنتحدث عن هذه الوثيقة وخصائصها فيما بعد. أود أن أشكر بول رايان لأنه عمل بجد واجتهاد. وكنت أمزح معه وأقول أن بول رايان واضح أنه لن ينجح، والناس كانوا يقولون أنني سأتخلص من بول رايان، واليوم ماذا بكم؟ هذا هو بول رايان. لدينا مجموعات كبيرة عملت في هذا المشروع. هذه المجموعات أتت مع بعضها البعض لتصل إلى نتيجة جيدة بالتصديق بالعمل خلال هذا المشروع. الآن هذه خطة التأمين الصحي هذه قد جمعت الحزب الجمهوري مع بعضه البعض. سوف ننهي هذا الموضوع، ثم سنناقش بعد ذلك موضوع الضريبة والاستقطاعات الضريبية بشكل هو الأكبر في بلدنا. لابد أن يكون هناك إصلاح ضريبي كبير، وسوف يساعد الجميع. الناس يقولون لي كيف كنت تدفع في اتجاه إقرار وثيقتك الصحية ضد وثيقة أوباما كير على مدار 17 التي اتخذ إقرار وثيقة أوباما كير 17 شهرا.
والآن خرجنا بهذه الوثيقة في وقت أقل. إنها وثيقة رائعة وأنها أفضل من الوثيقة التي قالها الحزب الآخر. لا بد أن أدعو الآخرين لكي يقولوا ما يريدون بشأن هذه الوثيقة، وسوف نطلع بالعمل في موضوعات أخرى خلال الأربعة الأعوام المقبلة وربما أربعة أعوام أخرى. ولكن أولا أحب أن أقول أن هذا العام هو عام رائع، وأنا أبدأ حكمي بعام رائع. والآن مع السيد بول رايان. أشكركم أشكركم. أولا أشكرك سيدي الرئيس، أشكرك سيدي الرئيس، أشكرك على قيادتك. هناك العديد من الناس الذين لعبوا دورا رائعا في هذا الموضوع، ولكن أود أن أشكر الآتين بعد: كيفن بريدي، دايان بلاك، بيت سيشنز، وكل أعضاء لجنتهم لكل الأعمال الجيدة التي قاموا بها. أود أن أشكر كل الأعضاء الذين ساهموا في إخراج هذا المشروع الرائع الذي تم بمجهود تضافر الجهود الرائعة. أشكر توم برايس، أشكر ميك مالفيني، أشكر بريبس. لا يمكن أن نكون قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه بدونكم، أنتم الأفضل. بالطبع كان لا يمكن أن يحدث هذا إلا بدون هؤلاء السادة الواقفين خلفي. لا يمكن أن لم أرى رئاسة مثل الذي أراها اليوم. أشكركم على تدخلكم الشخصي في إنجاز هذا العمل. أشكركم أيها السادة. اليوم كان يوما كبيرا، ولكنه خطوة واحدة في هذه العملية، وهي خطوة هامة. لدينا الكثير لنعمله في هذا السياق. أنا أعلم أن العديد من زملائي في المجلس الشيوخ يريدون العمل، وأنا أعلم أنهم يريدون ذلك. سوف نعمل على تصديق من خلال مجلس الشيوخ. هذا الموضوع شديد الأهمية. هذا الموضوع يخص ويهم العائلات الأمريكية، ويخص المشاكل التي خلفتها وثيقة أوباما كير. على سبيل المثال، كانت ولاية أيوا هي الولاية التي عانت كثيرا من وثيقة أوباما، ولا يوجد أي خطط في وثيقة أوباما تغطي هذه الولاية. ما هي البدائل الموجودة في وثيقة أوباما؟ هذا هو التوجه الذي وجدناه في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأن هذه الوثيقة قد فشلت في جميع أنحاء الولايات المتحدة. أموال التأمين تتضاعف وكثيرة وكبيرة. لابد أن نضع مكان هذه الوثيقة أو هذا القانون وثيقة أخرى تطلع بالعمل بشكل أفضل مع السوق المحلية، وتعمل على أن تكون الرعاية الصحية أقل تدهورا. وأهم من ذلك، أهم من أي شيء، هو صحة المريض. كما قلت، نعم لدينا الكثير لنعمله، والجمهوريين لا بد أن يوفوا بوعدهم، ولا بد أن يقوموا بعمل ما وعدوا به. أن يسعدني في هذا الوقت هو توجيه الشكر للسيد كيفن مكارثي، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب. أتذكر المرة الأولى التي أتيت هنا لكي أشاهد الرئيس الجديد الرئيس ترامب. تحدثنا عن الرعاية الصحية، وتعلم ماذا قال الرئيس؟ وقال لا تعمل، وقال لي لا تعمل ما هو الأفضل للحزب الجمهوري، ولكن عليك أن تعمل ما هو أفضل للشعب الأمريكي. واليوم هذا هو ما فعلناه.
إذا قرأت الأوراق خلال هذا الأسبوع استخرج منها الشؤون السياسية، ولكن انظر إلى البشر الموجودين في 49 مقاطعة من ولاية أيوا من إجمالي 99 مقاطعة. هل ترى لا يوجد فيها أي رعاية؟ أو إذا رأيت الجرائد بالأمس وشركات التأمين تخرج من فيرجينيا وأيضا تينيسي بدون رعاية صحية، وماذا عن العائلات التي دفعت أموالا في وثيقة أوباما كير؟ هذه الشركات التأمين تهاوت، إنها كأنها كانت عقوبة ضد الشعب الأمريكي. انظر إلى الحقائق فقط، عدد كبير من الناس كأنهم عوقبوا وكأن عند توقيعهم على وثيقة أوباما كير. لقد ترشحت لهذا المنصب لكي تكون هذه الدولة أفضل. من السهل أن أقول لا، وكان من السهل أن أرى كل شيء يتهاوى، ولكن لا يمكنني أن أنظر في عيون هذه العائلات، وهذه هي الرسالة التي وجدتها من هذه الإدارة. إذن سيد الرئيس أشكرك على قيادتك، وأشكر السيد نائب الرئيس. لقد رأيت عدد قليل من الرؤساء، ولكن لم أرى رئيسا يعمل بيديه في هذا الموضوع. ودخلت إلى مكتبي وجدت الرئيس يطلبني مرة أخرى، ويحدث الأمر أنني زعيم الأغلبية. الرئيس يعطيني قائمة بمن هم الأفضل للتحدث معه، وكان على حق. السيد الرئيس، نعم، كلنا وكل من قلت لي أن أحدثهم صوتوا من أجل الوثيقة. اليوم هو البداية، بداية جديدة. نعم، هو كلمة كيفن ماكارثي، إذن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، يتحدث في مآثر هذا القانون، ومن قبله بول راين رئيس مجلس النواب الذي لم يتوقف عن التبسم طوال كلمة سلفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث حول مشروع هذا القانون، كيف كان نقطة مثيرة للجدل بان كونه مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنه قال قانون الرعاية الصحية الذي أعد قبلا وعرف باسم أوباما كير اتخذ 17 شهرا حتى يتم إعداده، بينما الجمهوريون والإدارة الحالية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استطاعت إنجازه في وقت أقل من ذلك. دونالد ترامب يتحدث عن أن هذه الأشهر تبدو أشهر سعيدة للغاية، يقدم للولايات المتحدة الأمريكية الشيء الكثير، ولا أعلم إذا كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة استطاعت أن تسجل مدحا وإطراء من قبل بعض مسؤولي وموظفي هذه الإدارة في حق رئيسهم أم لا.